لم تكن تعلم هذه السيدة أنها ستكون ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الناس في مصر وخارجها. أجابت بكل بساطة على سؤال المذيع المصري أحمد رأفت ومنحها مقابل إجابتها الصحيحة مكافأة $100، أي ما يعادل 1500 جنيه مصري، لكنها ترددت في أخذ المال وسألت هل هي حلال؟ استمع. يا حاجة أنت خايفة ليه؟ أنا مش خايفة، أنا يعني هي حلال كده؟ أيوة حاجة يعني حرام ليه؟ عشان أنا ما شئتش بيها. هي حلال كده عشان أنا ما شئتش بيها، كانت هذه الجملة التي أدخلت أم سيد قلوب كل من شاهد الفيديو، بالرغم أن هذه السيدة الخمسينية تتعب وتشقى على أبنائها بعد وفاة زوجها، إلا أنها ترددت في أخذ المال، وهذا ما جعل المذيع يعود إليها من جديد لإجراء مقابلة ثانية باعتبارها مدرسة نتعلم منها جميعا. نقرأ عدد من التغريدات من العالم العربي. إبراهيم بهزاد علق: العفة والعفاف في صورة امرأة، سيدة مصرية عظيمة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، هي حلال كده عشان أنا بشئتش بيها، عبارة تكتب بماء الذهب. وفيصل العبد الكريم غرد من السعودية وقال: تعيش في كبد ولكن قلة مثلها ينامون براحة. وحسة الخالد قالت: يا ريت يتعلم منها كل فاسد، هي حلال كده عشان أنا مشئتش بيها، هالفيديو إهداء لكل فاسد استنفع من مكانه برشوة أو مناقصة، وإلا أخذ بدل ما يستحقه، وإلا بصم ومادة ومعاشه كامل، يا ريت يجاوب نفسه هي حلال كده. وهند غردت: عشان مشئتش بيها، حاجة مش هيفهمها اللي ما يعرفش الجدعنة والضمير وحزة النفس. شاركونا بآرائكم، هل يوجد مثل أم سيد الكثير أم القليل في مجتمعاتنا؟ وكم نحتاج من أم سيد حتى يصلح حال مجتمعاتنا؟